أهلا بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس مع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني واضح أن لسه في تقلبات، إحنا لسه في مرحلة التقلبات، عايزين نعرف من حضرتك الطقس بالتفصيل. يمكن احنا بالفعل خلال الايام الماضيه كنا بنشهد انخفاض كان ملحوظ في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل، لكن اعتبارا من اليوم هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه. الارتفاع ده هيكون بقيم 3 الى 8 درجات، لان الارتفاع ده هيكمل معانا لنهايه الاسبوع، يمكن كمان مطلع الاسبوع القادم، وهو ارتفاع تدريجي في درجات الحراره، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي هتاثر علينا هي مصادر كتل هوائيه جنوبيه قادمه من مناطق صحراويه، المناطق الصحراويه دافيه ومرتفعه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان هياثر علينا امتداد لمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا، هيساعد بشكل كبير على زياده فترات سطوع اشعه الشمس واحساسنا بارتفاع درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون خلال فتره النهار 27 درجه مئويه، مع منتصف الاسبوع يمكن يوم الثلاثاء القادم هيكون ذروه الارتفاعات، خلال هذا الاسبوع هتكون 32-33 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، وتعاود مره اخرى الارتفاعات الملحوظه مع نهايه الاسبوع مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله. فعلى مدار هذا الاسبوع كله هنحس بارتفاع درجات الحراره. اليوم الاجواء هتكون اجواء مائله للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال الصعيد، جنوب سيناء، اجواء حاره على جنوب الصعيد، دافئه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه خلال فتره النهار. لكن خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس هتغيب هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. بالفعل برد وانخفاض ملحوظ هيكون فرق بين فتره النهار وفتره الليل يتجاوز ال 12 وال 13 درجه مئويه، خاصة كمان ان الكتل الهوائية بنقول مناطق صحراوية فنسب الرطوبة فيها منخفضة، فده يخلينا نحس اكثر بالبرودة والاجواء الباردة خلال فترات الليل في اغلب محافظات الجمهورية. اليوم كان في شبورة مائية فترة الصباح الباكر لكنها تلاشت فور سطوع اشعة الشمس. متوقع غدا وبعد غدا مع ارتفاع درجات الحرارة يكون في بعض الاتربة العالقة في سماء اغلب محافظات الجمهورية خلال فترة النهار، والاتربة العالقة دي هتؤدي لانخفاض في الرؤية الافقية. فاحنا مهم جدا خلال الفترة اللي جاية على مدار هذا الاسبوع كله ان احنا بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس في فترة النهار، عشان ده ما يزودش احساسنا بارتفاع درجات الحرارة. فترة السحور نتناول قدر كبير من المركبات والسوائل. احنا طبعا اكيد فترة النهار هنحتاج نخفف الملابس مع ارتفاع درجات الحرارة اللي هنأكد عليها فترات الليل، بلاش تخفيف الملابس خلال فترات الليل لان احنا هنحس بالبرودة، فاحنا خارجين فترات الليل لازم نصطحب معانا جاكيت او قطعة ملابس اضافية. نصائح هامة جدا يا دكتورة منار، بنشكر حضرتك. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 27-15 أيضا، الإسكندرية العظمى فيها 25 والصغرى 14، والعلمين الجديدة 25-13، مطروح 26-13 ودمياط 23-14، أما بورسعيد 24-14 والإسماعيلية 28 والصغرى هتكون 19. السويس العظمى 27 والصغرى 13، وفي العريش العظمى 25 والصغرى 14. في كاترين العظمى 22 والصغرى 6، وفي طابة 25-14، حلايب 25-17، وشلاتين 28-18، شرم الشيخ 27-17، ولكن غردقة 27-16. ونروح لمحافظة الفيوم، 27 هي درجة حرارة العظمى والصغرى 13، أما بني سويف 27-12، الوادي الجديد 30-14، أما أسيوط 28-13، في سوهاج درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13، وفي قنا 29-15، في الأقصر 30-16، وفي أسوان أيضا 30-16.